كتاب الذكريات والنغم في الأمسيات. أتذكر يا حبيبي من كتاب الذكريات. استاذ خالد رشيد ومن مواليد الكويت الحقيقه وساكن في هني الصيبخات، فيبي يحدثنا ايام المهندسين. كنت قال ابوك مهندس المهندسين والدكاتره. اي نعم. حياك الله ابو حسين، الله يخليك. بفضلك احنا جينا اليوم وشفنا الذكريات القديمه. الله يحفظك. في سكن كان اسمه سكن الاطباء. شوف، هو اصلا هذا كان مبني على ايام الانجليز. اي نعم. الانجليز بنوا البيوت هذه، كانت مش بيوت حجر. وبعد ما طلعوا الانجليز الوزارات اخذتها وسكنت فيها الاطباء والمهندسين. حلو. اللي كانوا يشتغلوا في وزاره الكهرباء او في المستشفيات وزاره الصحه. هلا عندك البحر ورانا، المدخل هناك كان مدخل سكن الاطباء القديم. هذا الاطباء كان هني. في عندك كان في المدخل مخفر، وعندك كان بقاله سلوى ماركت، ويمكن يقولون كان في محل لوندري. وبعدين كان في نادي الاطباء طبعا. نادي الاطباء هذا كان يعني معلم من معالم المنطقه كلها. كل الناس تروح عليه. كل الناس تعلمت السباحه في نادي الاطباء. على الجهه الاخرى الحين الشارع يطلع مرصوف كان. على الجهه اليسار كان في شيء اسمه بيت الضيافه. بيت الضيافه بحق الافراح. بيت الضيافه لا، كان حكومي. كانت الحكومه تودي فيه الناس الزوار يعني. كان كله زرع، وكان في سور كبير لبيت الضيافة. الواحد لما يطلع على الشارع المرصوف هذا البحر. بعدين البحر كان في جيران مدار عبد الحق. لبعدين شوي اخر شيء وفي قبلهم كان دار طاوع وبيت ابو صبره اللي هو كان دكتور حتحوت اصلا، وبعدين قالوا عليه ابو صبره. مضبوط. والله ذكريات. يا ريت الواحد يلاقي خريطه. والله يا ريت ابو حسين تلاقي واحد يكون عارف عن بيت الضيافه وسكن الاطباء. الله. ومنطقه سكن الاطباء في الصليبيخات، مع العلم انه ما كانوا كلهم اطباء، كان في مهندسين وكان في اطباء. الله. بس هو كان اسمه سكن الاطباء. الله. جميل جميل. فارجوك تشوف واحد من التاريخيين اللي كانوا موجودين وعايشين، ويمكن في صور او يمكن يعني الارض هاي اللي عشت فيها. هذا بيتنا كان موجود. اي والله. نمشي جنب البيت يعني الحين قاعدين نمشي. شوفي. والله جميل، لقاء جميل وذكريات حلوه. اتخيلنا بخميله وجنبنا ورده جميله. اتخيلنا بخميله. تخيلنا خميلة جنبنا وردة جميلة. نروي ماضينا اللي فات، نروي ماضينا اللي فات فات في كتاب الذكريات.